هنروح نروح. الدقهلية وزميلي محمود فوزي ومعه حوار مع السيد نائب المحافظ الأستاذ هيثم الشيخ. مساء الخير زميلي العزيز محمد، مساء الخير على ضيفك الكريم وعلى مشاهدي تيم تي في في كل مكان. بالفعل الان انا دواكد داخل محافظه الدقهليه وتحديدا من مدينه المنصوره لمتابعه سير العمليه الانتخابيه في تغطياتنا الخاصه جدا لانتخابات مجلس الشيوخ. معي الان على الهواء مباشره الاستاذ هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهليه لكي يطلعنا على سير العمليه الانتخابيه في منتصف اليوم الاول. في البداية أستاذ هيثم نرحب بحضرتك على شاشة تيم تي في، ولو تطلعنا في البداية كيف استعدت محافظة الدقهلية لانتخابات مجلس الشيوخ؟ بنرحب بحضراتكم في مدينة المنصورة ومحافظة الدقهلية. الحقيقة احنا اتخذنا العديد من الإجراءات للاستعداد لهذا العرس الديمقراطي، عودة مجلس الشيوخ للحياة السياسية في مصر. زي ما حضرتك شايف كل الإجراءات الاحترازية بيتم تطبيقها بصرامة في كل اللجان الانتخابية على مستوى 1031 لجنة فرعية انتخابية، في نقاط محددة للتباعد. تم تطهير كل اللجان والتأكد من أعمال التطهير أكثر من مرة. الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عقد أكثر من اجتماع مع السادة رؤساء المجالس والأحياء المدن للتأكيد على هذه الإجراءات، وأيضا كلف الزملاء رؤساء المجالس والأحياء المدن بمتابعة أعمال المرافق أمام اللجان الانتخابية والتأكد من الإنارة بشكل كامل لتكون البيئة مهيئة تماما للمواطنين كي يشاركوا في هذا العرس الديمقراطي. كل الإجراءات التي يجب أن تتبعها الدولة فيما يخص الإجراءات الخاصة بمحافظة الدقهلية تم اتخاذها بشكل تام لتهيئة مناخ مناسب للمواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بصوتهم. الدقهلية لديها أكثر من 4,300,000 مواطن لهم حق التصويت. احنا بندعوهم جميعا للمشاركة في العملية الانتخابية بشكل فعال والإدلاء بصوتهم، لأن دوت واجب وطني وحق يجب أن لا يتنازل عنه المواطن. واحنا بنطمنهم أن كل الإجراءات الاحترازية وكل الإجراءات التي يجب أن يتم اتخاذها لتسهيل مهمة أداء هذا الواجب الوطني تم اتخاذها بشكل كامل. وزي ما حضرتك شايف بدأ المواطنين يتوافدوا على اللجان، ومن خلال مرور سريع على اللجان الانتخابية طمني السادة القضاء أن عملية الإقبال أو المؤشرات الأولية بتقول أن عملية المشاركة في التصويت هي نسب مقبولة، رغم أن حضرتك عارف أن ساعات الظهيرة في أي عملية انتخابية ما بتكونش بتلقى إقبال كبير من المواطنين، ويتم التوافد من بعد الساعة 4 أو الساعة 5 بعد غياب حرارة الشمس. ولكن على الرغم من ذلك المواطنين بدأوا زي ما حضرتك شايف وزي ما الكاميرا جايبة تتوافد على اللجان الانتخابية وتدلي بصوتها، ودي حاجة بتطمنها وتأكد إن شاء الله إن نسبة المشاركة هتكون نسبة تليق بالشعب المصري وتليق بعودة مجلس الشيوخ للحياة النيابية في مصر. نعلم جيدا من بداية صباح اليوم حضرتك عملت جولات في نطاق محافظة الدقهلية، كيف رصدت المشهد الانتخابي حتى الآن؟ احنا شكلنا غرفة عمليات بتتلقى كل البلاغات على مستوى 21 مركز ومدينة وحي، وحتى هذه اللحظة لم نتلقى اي اخطار على مستوى 1031 لجنة فرعية يشير الى اي شيء يعكر صفو سلامة سير العملية الانتخابية في محافظة الدقهلية بشكل كامل. يمكن بعض اللجان او عدد قليل جدا من اللجان ربما حصل تأخير لفترة لم تزيد عن نص ساعة في فتح الابواب للمواطنين، دي اسباب ملهاش علاقه بينا على الاطلاق، ولكن بنسبه 99% من اللجان انتظمت في العمل منذ انطلاق عمليه الاقتراع، وكل اللجان دلوقتي بتشتغل بانتظام وبتستقبل المواطنين بشكل منتظم، والحمد لله الامور بتسير بشكل طبيعي تماما، وبنبدا نتلقى الاقتراعات من غرف العمليات. لو في اي شيء طارئ بيتم التعامل معاه بشكل سريع. واحنا بالمناسبه عايز اقول لسيادتك ان تم التعاون مع مديريه الصحه بالدقهليه في اكثر من 90 سياره اسعاف متمركزه في محيط اللجان الانتخابيه، لا قدر الله تحسبا ان اي طارئ بيتم التعامل معاه بشكل مستمر، ولكن حتى هذه اللحظه الامور تسير باستقرار وسلام والحمد لله. بشكر حضرتك جدا استاذ هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهليه. زميلي العزيز محمد، ده كان لقاءنا الخاص جدا مع الاستاذ هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهليه. عوده اليك مره اخرى.